دور الجهد الخدمي والهندسي بإعادة وتأهيل مستشفى الطفل المركزي. دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قبل كل شيء، أنت اليوم طبيب، لازم يتوفر كل ما تحتاجه حتى المراجع أو المريض يكون مرتاح. تحدث اليوم عن مستشفى الطفل المركزي، اليوم بعد هذا التأهيل اللي شاهدناه حاليا من خلال تجواننا، شلون تشوف الواقع اليوم بالمستشفى؟ بالبداية نشكر مكتب رئيس الوزراء ومكتب المتمثل بمكتب الجهد الهندسي والخدمي على التأهيل اللي صار بالفترة الأخيرة، بعد ما كان واقع المستشفى كلش مزري وفترة طويلة انتركت بدون عمليات تأهيل وإعمار. وتعرفوا يا هاي شغلة مهمة جدا بالنسبة للمريض والطبيب، حتى الطبيب حتى يؤدي بصورة أفضل ويكون له، يعني خلينا نقول، حافز إنه للعمل يقدم كل ما ممكن من عنده، إذا كانت الأجواء مناسبة، إذا كانت البناية جيدة. كم سرير هنا؟ تقريبا 60 سرير، هاي ردهة الطوارئ تقسم. اي ردهة الطوارئ تمام. تكفي لو محتاجين بعد، يعني هي هاي المستشفى يعني تعتبر مستشفى رئيسية بالكرخ. احنا بموسم الصيف تقريبا المستشفى تكفي، بس تجي موجة الشتاء، طبعا امراض الشتاء، الامراض التنفسية، يعني كلش تلود المستشفى، بحيث انه ممكن يوصل الى سريرين، مريض، عفوا، مريضين، اذا 3 مرضى على نفس السرير. ما يعني هاي مشكلة. مشكلة، تعرف، لان هاي تغطي منطقة ابو غريب، المحمودية، اليوسفية، بالاضافة الى مناطق بغداد هي الرئيسية اصلا. طيب، يعني راح تكون هاي عليكم عبء كبير وجهد اكثر واكبر جدا. طيب، طبعا مع العلم انه كانت سابقا المستشفى كاثاث وكش يسموه، يعني خلينا نقول قديمه ومتهالكه، بحيث انه سرير يوقع مرات اذا 3 مرضى عليه. بس طيب، اليوم هسه بعد احنا خلص الجزء الاول من يعني من برنامج التاهيل اللي هو تمثل الطوارئ والطوابق الخمسه ان شاء الله، وراح تفتتح عن قريب. حاليا احنا لا لا احنا هاي ردها الطوارئ. طوارئ المن يعني طوارئ لكل الفروع طبعا. ايه احنا امراض الدم وبقيه الفروع كل طابق بطابقه، يعني يكون الدخوليه مالته، بس احنا طوارئ تقريبا قلت لك تغطي 60 سرير تقريبا، هاي الجهتين، ذيك الجهه وهاي الجهه. زين، عندنا همات مكان للحالات الطارئه اللي تجي، حالات الانعاش التعبانه اللي تحتاج انه يعني انه تتضبط الى ان تتحول الى ردهات انعاش او شيء. احنا كأني كطبيب يعني اللي احتاج انه يكون المكان اللي نداوم به انه مؤهل بما فيه الكفايه، الاسره كافيه، طبعا بالاضافه الى يعني الجهد التمريضي والمختبري والصيادله. زين، كهاي الفقرات هاي بعدين هم الجماعه يحكوا لكم عليها كتمريض او صيادله.